بابتسامة وملامح يملأها السعادة، اعتاد سكان مدينة تعز في موعد يومي شراء حلوى الطرمبة. تعد من أهم الحلويات التي تزدان بها سفرة رمضان وتحظى بإقبال كبير طيلة هذا الشهر. وحتى مع أصعب حالات الطقس الماطرة يصر المواطنون على نيل حصتهم من حلوى لا تكتمل السفرة إلا بها. الزحام عند الطرمبة لأنه الشعب كامل، أنا أقول لك ثقافتنا ثقافة تعز على الطرمبة، لأنه الطرمبة عندنا من أجود أنواع الحاجات المشهورة عندنا في تعز الطرمبة، لذلك الناس يقبلوا عليها بشكل كثير. تبدأ مرحلة الإعداد لهذه الحلوى في وقت مبكر من كل يوم، إذ يتم خلط المواد الرئيسية وعجنها مع بعضها لتنتقل إلى مرحلة القلي، ومن ثم غمسها في مادة يطلق عليها شيرة العسل أو السكر التي تضيف إليها مذاقها اللذيذ. تتكون من الدقيق والسكر والبيض والزيت. أولاً نفور ماء فوق دست، وبعدين نقاس كمية الماء وكمية الدقيق، ونفعل يعني لما يثور الماء نسكب الدقيق الى بين الماء ونعصده زي العصيد، بعدين ينزل طوالي راسا الى العقانه، ومن العقانه راسا نكسر له بيض ما تستوي العقنه. تنتشر محلات بيع الطرمبة في جميع انحاء تعز، ويتخذها الكثيرون مهنة رئيسية خلال شهر رمضان. ومع موجة غلاء الأسعار التي تشهدها أسواق المدينة، لم تسلم حلوى الطرمبة من ذلك جراء ارتفاع أسعار مكوناتها الرئيسية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع هذه المهنة المتوارثة بين الأجيال. كل الأشياء ارتفعت، يعني رفع جنوني بالأسعار، وبال يعني كنا العام ناخذ الكيس السكر ب 11000 الآن ب 20000، الدقيق كذلك. تختلف ذائقة الناس باختلاف فئاتهم العمرية، ولكنها تجتمع هنا على أبواب محلات الطرمبة، حيث الجميع يتزاحم حين يتعلق الأمر بحلواهم الفريدة. فللطرمبة في تعز مذاق خاص وقصة عشق لا تنتهي. مها علي، قناة بلقيس، تعز.